المزيد ينضم الينا الاستاذ علي السعيد، عضو مجلس النواب الليبي. ارحب بك استاذ علي. اهلا وسهلا فيك، مساء الخير. اهلا بك. بدايه، التدخل التركي في ليبيا ما زال مستمرا بعد التعهدات في مؤتمر برلين، ولدينا ادانات من الرئيس الفرنسي، كيف ترى المشهد الان؟ اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم بات واضحا وجلي، سبق وان قلنا مرارا وتكرارا ان هناك تدخل سافر تركي في ليبيا منذ سنة 2011، واستمر هذا التدخل إلى غاية اليوم. بالأمس القريب كان هناك لقاء ومؤتمر برلين، ربما وضع خريطة ولم تصح هذه الطريقة باتجاه الصحيح. اليوم علمنا أن هناك باخرة تركية وعلى متنها بعض الجنود وكذلك الآليات. اليوم أصبحت المسألة ليبيا ليست مسألة ليبية صرفة بقدر ما هي مسألة هوية عربية. نحن ندرك وأخشى أن تكون هذا المد يمتد والبحث على عودة العثماني القديم الجديد، وربما تكون ليبيا بوابة من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا عندما نرى هناك مرتزقة من سوريا الذين وصلوا إلى ليبيا ويفوق تعدادهم فوق 2000 مقاتل، طلعت بعض الفيديوهات عند استلام لبعض المبالغ المالية وكذلك وجودهم في ساحات القتال. ربما أيضا أردوغان يحاول أن يدافع على بيت مال جماعة الإخوان المفسدين في العالم. وعليه نحن على الأمة العربية تدرك من الشق الأول أن هناك هوية لابد من المحافظة عليها ولابد من الالتزام تجاه هذه الهوية، وعلى أن تتماسك الأمة العربية بصد هذا الغزو. الشيء الثاني أيضا مد ما يسمى بالإخوان المفسدين ولتكون ليبيا بوابة أو صندوق بيت المال لهم، نحن كليبيين لا نرضى، وأتمنى من العالم العربي والإسلامي يدرك تماما الإدراك. الشيء هذا يشكل خطورة كبرى على الأمة العربية وعلى الأمة الإسلامية في نفس الوقت. نتحدث إذن عن نقص لعهود أردوغان في مؤتمر برلين بحد وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أنتم كمجلس نواب ليبي، شرعية الليبية معكم، ماذا أنتم فاعلون؟ سبق وإن كان هناك لقاء للرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في جمهورية مصر العربية، وكان له كلمة داخل البرلمان المصري، وكان واضحا وجلي في إرسال صوت رسالة من الشعب الليبي موجهة إلى القيادة المصرية فيما يخص أي تدخل سافر في تركيا. علينا ندرك أن أمن مصر هو من أمن ليبيا، وعلينا من محافظة على هذا المسار، لأن الأمن ربما إذا انجعزت ليبيا ربما سوف تنجعز مصر. عندما أيضا نتحدث على أردوغان، أردوغان لم يكن وفيا مع شعبه لكي يكون وفيا مع الالتزامات الدولية، ونتمنى من الشعب المصري والقيادة المصرية أن تدرك ماذا يفعل أردوغان في ليبيا. أمن مصر من أمن ليبيا، وأمن ليبيا من أمن مصر. شكرا جزيلا الأستاذ علي السعيد، عضو مجلس النواب الليبي، تحدثت إلينا عبر الهاتف.